ارتفاع حصيلة الوفيات في إعصار راي الذي ضرب الفلبين. قتل 108 أشخاص على الأقل في الفلبين جراء الإعصار راي الأشد الذي يضرب البلد هذه السنة، وفق حصيلة رسمية جديدة صدرت أمس الأحد، فيما تصارع فرق الإغاثة لتوزيع المياه والمواد الغذائية في الجزر المنكوبة. وكانت حصيلة سابقة الأحد أشارت إلى مقتل 109 أشخاص جراء راي، وهو أحد أعنف الأعاصير التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة. وأظهرت إحصاءات الشرطة الوطنية أن 139 شخصا على الأقل أصيبوا وفقد 52 آخرون بعد أن اجتاح الإعصار المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل. وضرب الإعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وسط الفلبين وجنوبها يومي الخميس والجمعة، وأدى إلى اقتلاع أسقف المنازل ودمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارا، قبل أن يتجه أول أمس السبت نحو بحر الصين الجنوبي. وأظهرت صور جوية نشرها الجيش دمارا كبيرا في المناطق المتضررة، واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.